القناة الوطنية الأولى، نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الاستثنائي بسبب المادة الرياضية. ونشير في بداية هذا الموعد الإخباري أنه بإمكانكم متابعتنا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية أو عن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. وفي تطورات الوضع الاحتجاجي في تطاوين، توجهت صباح اليوم جموع من الشباب المحتج والمعتصمين إلى منطقة الكامور التي تعد المنفذ الرئيسي لشركات البترولية للاعتصام فيها ومنع كل الشاحنات والسيارات التابعة لهذه الشركات من الوصول إلى الحقول النفطية والرجوع منها كخطوة تصعيدية للمحتجين. منطقة الكامور الصحراوية على مشارف مواقع نشاط الشركات البترولية، تحول الشباب المحتجون المعطلون عن العمل في خطوة تصعيدية لاحتجاجاتهم على خلفية ما وصفوه بعدم جدية الحكومة في التفاعل مع مطالبهم. هي خطوة قمنا بها بعد أن أعطينا الحكومة مهلة ممتدة في نهار السبت، فاتت السبت أمس كملت المهلة هذه، عملنا حركة تصعيدية والذهاب للكامور للإغلاق المعبر على الشركات البترولية. كل جمعة يقولوا غدوة بعد غدوة غدوة بعد غدوة، هذه بالنسبة في نطاق مسيرة سلمية حتى الكامور، وما زلنا رابش نساعدوا ديما في السلمية. وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى حقول البترول والغاز، نصب المحتجون خيام اعتصامهم مجددين المطالبة بتشغيلهم وتحقيق التنمية بالجهة. التنمية والتشغيل ولما لا تأميم ثروات الوطنية، مشكلة البترول على غرار الملح والفوسفات والجبس. سين الكامور مش نثبتوا مطالبنا، مطالب الجهة، ولا مش متنازلين بحول الله، بنبقوا صامدين في الكامور هنا حتى ننال مطالبنا. طالبين تشغيل الشباب، كل عائلة منها فرد. حضرنا ومطالبنا احنا من 2012 موجودة عند الحكومة وعند الحكومات الكل، كان عندهم هم نية باش يعملون يحققون المطالب، مش حكومة الشاهد ولا اللي قبله واللي قبله واللي قبله. تحركات احتجاجية تأتي رغم الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة للجهة في خطوة وصفها المحتجون بالإجراء المتأخر. استعدادا لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، تم حل جميع النيابات الخصوصية في كامل ولايات البلاد وتكليف المعتمدين برئاسة نيابات ظرفية. هذا الإجراء لم يكن له تأثير سلبي على سير العمل البلدي ببعض المناطق، لأنه في مناطق أخرى يعرف بعض الاضطرابات. لحنا يا والصحة، حياني من ضمن ثلاثة أحياء شعبية بمدينة سكرة انطلقت مشاريع تهيئتهما منذ حوالي الشهر، وذلك في مسعى لإنهاء معاناة ما يناهز 40,000 متساكن بالمنطقة. هي المعاناة مش في التبعة بركة، المعاناة سيف وشتاء وخريف وربيع، فما الناموس وفما حاشاك الريحة، شوف عندي ديجا الغرام اللي خرجوا فيها هذا قديمة. صبت مطر حتى الولاد اللي يقروا يبطل، واحد مريض باش يمشي يداوي كبير ثماش دواء. تهيئة هذه الأحياء انطلق قبل شهرين من الموعد الذي كان محددا لها، وهي خطوة اعتبرها معتمد سكرى ورئيس نيابتها الظرفية بمثابة الرد حول كل ما يشاع عن إمكانية تسجيل اضطراب في العمل البلدي بعد حل النيابات الخصوصية. حتى التدخلات اليومية والعاجلة مش كما معتمد، وحتى تراس السيد رئيس بلدية للتدخل في الأماكن التالية ولا لتنظيم حملات ما بين أنت صاحب القرار. وفي الوقت الذي لم يؤثر حل النيابات الخصوصية على سير العمل البلدي في مناطق عدة، فإن بعض المعتمديات تشهد أوضاعا استثنائية. سبيت لها فارغة، حتى الحشاك الأوساخ الدنيا دوره معابية. كاتب عام بلدية اليوم زاد عنده مشاكل مع النقابات ومع الإداريين ومع العملاء، وثم مشاكل تسيير في البلدية. وللحد من الاضطراب في العمل البلدي بمدينة سبيتلا، عين محمد العبيدي كمعتمد بالنيابة بها، إضافة إلى صفته كمعتمد لمدينة جدليان. قمنا بعدة حملات في تار النظافة، الحال وذي الناس كلها تعرفوا، عدنا برنامج للحد من الاعتداءات على ملك الدولة، عملنا جلسة أخذنا فيها عدد إجراءات إن شاء الله باش، وهي محل متابعة. حل النيابات الخصوصية بكامل ولايات الجمهورية يأتي في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية. 17 أبريل حلينا جميع النيابات الخصوصية
في كامل انحاء الجمهوريه 264 نيابه خصوصيه، ثم اللي كانوا تحلوا من قبل وثم اللي تحلوا في دفعه واحده 140 نيابه خصوصيه. وبين اضطراب العمل البلدي من عدمه يبقى تحسن الاوضاع بمختلف المدن، راينا ما ستفرزه الانتخابات البلديه المقبله. بعد غياب لسبع سنوات يعود مهرجان ذو الأطرش للشعر الشعبي ببنجردان لساحة ثقافية من جديد في إطار شهر إحياء التراث. ويعتبر مهرجان الكلمة المزجوعة شعبيا بمثابة المرآة العاكسة لثراء موروث الذاكرة الشعبية والتراث الصحراوي. بعد غياب لست سنوات يعود مهرجان ذو الأطرش للشعر الشعبي في دورته 25 بمعتمدية بنجردان بإلقاء للشعر الشعبي وبتنوع اللوحات التراثية والاستعراضية. هذا المهرجان مهرجان عريق تواصل على مدة 24 سنة ولكن حجب لمدة 7 سنوات متتالية، وهو اليوم يعود من جديد. كان يمثل اجتماع أولا الساعة للشعراء تونس بصفة عامة في بنجردان، وهذا الشاعر ذو الأطرش هو ظاهرة، أعتبرها أنا ظاهرة فعلا، ظاهرة ثقافية وتاريخية، لأن ذو الأطرش الذي توفي قبل الاستقلال بقليل مع الأسف الشديد كان مهتما بالشأن الوطني بشكل غريب. هذه التظاهرة فرصة يجتمع فيها الشعراء في سهرة شعرية تنطلق فيها الحناجر بإلقاء قصائد شعرية من التراث بمعاني مختلفة. نجري طرق عداتا لا بادية لا بيت لا مولاتا لا خصبر وقاتا أجيل ردوا سكن تعزارا. أكيد الشعر الشعبي قاعد يدافع وقاعد يعالج في عدة قضايا. الشعر الشعبي في حالة تطور، والآن فيش مدارس جديدة وتجديدية في الشعر، ولهذا نحن معا لتجديد هذا الشعر. الشعر الشعبي له مكانته بين الشعراء المختصين في هذا النوع من الشعر، وأيضا له مستمعين ومتتبعين من جمهور اختلفت فئاتهم العمرية من متساكني منطقة جميلة من معتمدية بنجردان. رغم الأعادي ساعي لحباطي وما زلت تسمع من بعيد زفيفي. من التراث الصحراوي للمهرجان الوطني للأصالة والتراث بسوسة الذي كان فسيفساء تنهل من خصوصية عديد المدن التونسية، مهرجان كشف مدى ثراء مخزوننا التراثي وحرص العارضين على التعريف به ومزيد تطويره. فسيفساء هي من الأطباق والألوان اجتمعت في المهرجان الوطني للأصالة والتراث الذي تنظمه المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل سنويا. بابوش ربيعه ولا ترهن ولا تبيعه، خاطر الدواء بابوش متاعنا دواء كل شيء. قدمنا الأكلة الشعبية متاع مستير هي الشركاو، راهو يتعمل كسكسي، يتعمل مفور، يتعمل فطيرة هريسة ديري، تتعمل معناتها في ديار الوابلية بصفة عامة، والهريسة العربي من الزهر وجبنا العطرشية. عندنا البسيسة المعروفة في سوسة، عندنا بسيسة القمح والحمص هي نعملوها للنفسة، عندي بسيسة الدراع باللوز، عدس باللوز، أنا برشا أنواع حلو صفاقس كله بالزلوز، فما الملبس، فما البقلاوة، فما الكعك. حرف متنوعة تحمل خصوصيات أصحابها وتروي حكايات أجيال. ولو البلاستيك يزينوه ويبتكروه ويطلعوا حاجة به للعروسة. هذا صنعة تقليدية زي من السمارة والسعف، ناتيري الخدمة، والله عم بتحف، فما ديكور، فما التحف للاستعماء. فلانة تونسية وظفتها في الجيلي، وظفتها في الروبة، في البونشو. تظاهرة شهدت إقبالا جماهيريا من داخل وخارج تونس. سنشتري هذه الحلويات التونسية ونحملها معنا ليكتشفها أصدقاؤنا. إبراز المخزون التراثي والثقافي وصناعات الحرفية والمهن الصغرى واللي يمكن من تنشيط المدينة. لوحة متجانسة ألوانها وأشكالها نسجتها أنامل تونسية لتشكيل معالم التراث الوطني الأصيل وتقديمها في شكل احتفالي. كبت سيدي يا مشيرها. وفي نهاية هذا الموعد الإخباري الاستثنائي نشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي.ان. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.